مين ننعي الفنان القدير جميل راتب. انتقل رحمة الله في عمر حوالي 90 سنة. كان عنده رحلة عطاء طويلة جدا ومميزة، ودايما بيقولوا ان السيرة اطول من العمر والاعمال كمان اطول من العمر. فانا مؤمنة ان اعماله هتبقى خالدة وهتبقى اطول بكتير جدا جدا من عمره نظرا لعظمتها. واحنا شفنا ده في فنانين توفاهم الله وما زالوا بالنسبة لنا سيرتهم خالدة ومعانا. مثال الفنان أحمد زكي، الست أم كلثوم، الفنان محمد عبد الوهاب. ففعلا العمل أطول من العمر. نطلع نشوف تقرير ونرجع مرة تانية، ابقوا معنا. حياتي كلها تاجر كيوب، ابتديتها بالشاي والبن والدخان. معقولة في عصرنا ده يبقى في حب حرام وحب حلال؟ راجل بيضرب مراته بالرصاص ليه؟ لازم في سبب. حد يحاول يقتل كده مراته مجرد كلمة سمعها ولا فكرة مرت في دماغه؟ الفنان جميل راتب وداعا. انا كمان عندي قلق بس ما حدش شايف. بعد رحلة عطاء متميزة ومنفردة رحل عن دنيانا الفنان الرائع جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاما. كمين ده بيتعمل ضدي عشان يراقبوني؟ ولد في 18 أغسطس سنة 1926 ورحل في 19 سبتمبر 2018. يا حضرة ضابط البلد فيها قانون، والقانون بيقول ان اعتراف سيد الأدلة. قدامك واحد بيعترف ولا بنت؟ حضرتك شايف ايه؟ بدأ حياته الفنية في عام 1946 من خلال السينما، ثم اتجه إلى المسرح وعاد مرة أخرى للسينما في منتصف السبعينات، وقام بتقديم نحو 67 فيلما. ايه التعاور ده يا بني آدم؟ عايزنا نرتكب جريمة قتل وقتل ضابط البوليس كمان؟ يعني نطلع من نقرة نقع في دحديرة؟ في بداية الأربعينات حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر، على عكس ما هو معروف أن البداية الفنية له كانت في فرنسا من خلال خشبة المسرح. فيؤكد تاريخ السينما المصرية أن البداية الفنية الحقيقية له كانت في مصر عندما شارك عام 1946 في بطولة الفيلم المصري أنا الشرق، والذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت، ومنهم جورج أبيض، حسين رياض، توفيق الدقن، وسعد أردش. بعد هذا الفيلم سافر إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحلته الحقيقية مع الفن، فشارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية وأصبح الفرنسيين يطلبونه في أدوار البطولة، فعمل في 7 أفلام في السنوات العشر الأخيرة، كما عمل أيضا في بطولة 3 أفلام تونسية. ده أنا عرفت عليها زيادة عن اللزوم. وبعد عودته للقاهرة رشح لدور الضابط في فيلم الكرنك الذي لعبه كمال الشناوي، ثم رشحه صلاح أبو سيف لدور مهم في فيلم الكذاب، وبعدها انهالت عليه الأدوار من كل مخرجي السينما تقريبا. عرفت تمثل عليا لدرجة اني فكرت اني اتجوزها. الفنان جميل راتب وداعا.